الحضارة المصرية القديمة هي حضارة سلامة القلب، حسن الخلق وعمل الخير. المصري القديم قدس الملك في حياته ومماته، وكتبوا في الكتابات الهيروغليفية وذكر لنا دوره العظيم من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية. بكل المصري القديم الشعائر الدينية وقدم الصدقات على روح المتوفى، وذكر فيها إن هو بيقدمها عن طريق الملك اللي رمز ليه في مصر القديمة بنبات السو، وقال على الملك نسو. نبات السو هو الرمز اللي المصري القديم استخدمه عشان يعبر بيه عن الملك. المصري القديم في الكتابات الهيروغليفية استعان بالصور والرموز عشان يعبر عن كلمات، وقدر المصري القديم انه يستخدم اسم في شكل تمثال. للأسف في أسماء لملوك عظام إحنا عارفينها بالاسم اليوناني بتاعها زي رامسس. الاسم المصري هو رامسو. رامسو هو متمثل في قرص الشمس را، مس هو الطفل، سو هو نبات السو، فاسم رامسس هو رامسو. المصري القديم قدس والدته وبجلها وأظهرها في كثير من التماثيل والمشاهد الموجودة بالمقابر. وعشان نقدر نفرق ما بين زوجة الملك ووالدته هنبص على الخرطوش الموجود وفوقيها، هنلاقي رمز نسو وموت. موت هنا معناها والدته أو الأم، ورمز لها بالنسر. موت نسو يعني والدة الملك. معظم التماثيل اللي موجودة بالمتحف هي تبع للملك، هنلاقي إن لقب التتويج والاسم اللي اتولد بيه موجود على معظم التماثيل زي التمثال اللي موجود قدامنا هنا. هنلاقي لقب التتويج هو نسو بيتي، مكتوب رمز نسو ووراها النحلة، فنسو بيتي يعني الملك الوجه القبلي والوجه البحري، وجنبيه على طول الصا را اللي هو الاسم اللي اتولد بيه، وفي نص مقرر هنلاقيه موجود تحت دي عن جت، معناها يعطي الحياة الأبدية. دي يعطي عن الحياة، جت الأبدية، فليعطيه الحياة الأبدية. رمز النسو هنلاقيه متكرر كتير جدا في الكتابات الهيروغليفية، زي هنا مكتوب نسو بيتي، بس نسو هنا قصده الوجه القبلي، وبي اللي هي النحلة قصده الوجه البحري، فنسو بيتي يعني الملك الوجه القبلي والوجه البحري. وراها على طول هنلاقي في خرطوش، لأن الملك كان ليه كذا لقب، في اللقب الملكي والاسم اللي اتولد بيه. الاسم اللي اتولد بيه هيبقى موجود بعد صا را اللي هي البطة ووراها الشمس. من الحاجات اللي هنلاقيها كمان ورا الاسم الملكي هنلاقي فيه دي عن جت، فليعطي الحياة الأبدية. هنلاقي كلمات من اللي احنا تعلمناها موجودة هنا تاني، هنشوفها بشكل مختلف. هنا نسو ابتدت في الأول ووراها كلمة رخت، بعد كده اسم السيدة الواقفة قدامنا.
هنا برخت نسور يعني المعروفة عند الملك، والتسمية دي أو اللقب ده بنلاقيه موجود كتير جدا في مصر القديمة. فهنا نسورخت نفر حتب إس، السيدة اللي قدامنا اسمها نفر حتب إس، نسورخت نفر حتب إس، وهنا لفظ أو الكلمة المحترمة. المصري القديم كان بيستخدم نظرية اسمها نظرية التقديم، كان الغرض منها التبجيل، زي النص الموجود قدامنا هنا لحتب دي نسو. هنلاقي المصري القديم في الكتابات الهيروغليفية قدم رمز نسو في الأول لكن نطقناها في الآخر. هنا حتب دي نسو 2 3 1. علامة حتب هي معناها هبة أو عطية، وأشبه بالمعنى الحالي للصدقة، على شكل حصيرة أو صينية عليها رغيف خبز. وعلامة دي اللي هي على شكل مثلث معناها يعطيها. وعلامة نسو نبات السو ونصف رغيف العيش تتنطق على بعضها نسو ومعناها الملك. هنا المصري القديم قدم رمز نسو اللي على شكل نبات السو علشان يوضح إنه هو بيقدس الملك وإنه هو بيبجله. النهاردة تعرفنا عن الملك وإن المصري القديم رمز ليه في الكتابات الهيروغليفية بنبات السوق. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج لغتنا القديمة.